بسم الله الرحمن الرحيم. فارس آخر يترجل بعد أن استنشق كميات كبيرة من الغازات التي أطلقتها قوات العدو الخليفي المدعومة بالاحتلال السعودي. جواد الحاوي لم يكن سوى مواطن بسيط من هؤلاء المواطنين الذين ذاقوا العذاب على أيدي هؤلاء المحتلين والمستبدين. خرج ليواسي شعبه فإذا بقوات الموت تلاحقه وتطلق ما لديها من أدوات الموت كما عهدناها دائما. إنهم رسل الشر والموت والعذاب لشعب البحرين، ولذلك ثار هذا الشعب من أجل أن يحرر نفسه وبلده، من أجل أن يحرر وطنه من كل هؤلاء أعداء الإنسانية، أعداء البشر، أعداء الشعب، أعداء الحرية. انطلق هؤلاء الشباب في ميادين الحرية مطالبين برحيل الاستبداد، وكذلك أيضا المحتلين الذين جاءوا بقواتهم ليشتموا على صدور أبناء البحرين. مع ذلك صمد الشعب وسوف ينتصر بإذن الله تعالى، لأن الله معه ولأن رسالته واضحة وشريفة وكريمة. لا بد من أن تخيم وتسيطر أجواء الحرية على أرض البحرين، ولا بد للمحتل أن يرحل، ولا بد للفجر أن ينبلج عن مستقبل مبشر بالخير، مبشر بالحرية، مفعم بالحقوق والإيمان والبركة والخير لهذا الشعب والوطن. رحم الله شهيدنا الغالي الحاج جواد الحاوي، ورحم الله شهداءنا الذين تجاوز عددهم 160 شهيدا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ لهذا الشعب حقه من أولئك المعتدين والغاصبين، من هؤلاء الطغاة الذين ما فتئوا يشتمون على صدور أهل البحرين وما برحوا يعذبونهم ويقتلونهم. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.